لا راهي دخلت في هذا الامر وراهي تساعد باذن الله. بركه الله تنطلق الحمله ان شاء الله. هيا بولا الحملة الوطنية بديناها بمليون ومئتي ألف من صغار الأسماك، وهذه المليون ومئتي ألف كان نصيب سد بن هارون 400 ألف، معناها 30 أكثر من 30% طبعا لأهمية هذا السد. ثم بعدك هذه اليرقات، هذه صغار الأسماك هي منتجة قلنا محلي منتجة جزائريا عند في المحطة تاع التابع للمركز الوطني للبحث والتنمية. ثم بعد ذلك هناك برنامج مستمر، لأنه اليوم كاين انطلاق في 5 سدود، ثم بعدك الشهر القادم هناك لنوع من الاسماك تاع الشربوط الملكي اللي راح يستمر، لانه كاين هناك انتاج كذلك لتزويد بعض الصدود، للوصول الى شهر اكتوبر ونوفمبر يعني في يعني المرحله الثالثه لتعميم هذه يعني الاستزراع هذه السنه ليشمل 17 سنه.